السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم طيبين، عساكم بخير وصحة وسلام. انا مازن درويش ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد. طبعا فيديو اليوم راح يكون فيديو بتكلم عن اكثر الاسئله تكرارا في اختبار القدرات، او بشكل عام راح اتكلم اليوم الاسئله اللي جتني في اخر كم فيديو بالقناه. الاسئله كلها ما شاء الله حرفيا اسئله مهمه. قبل هذا الفيديو لا تنسى تصلى على الحبيب محمد عليه افضل الصلاه والسلام، لا تنسى تضيفه في حساب انستغرام. بس والله ما نبغى نطول عليكم، خلينا نبدا في الفيديو. التعليق الاول كان يقول: انا تاسست من كتاب المعاصر 6 لمده شهرين تقريبا، لكن بدات انسى بعض الاشياء، هل لازم اتاسس من جديد ولا لا؟ ما يبي له تاسيس من جديد، لكن يبي له شيء اسمه مراجعه. بامكانك انت حاليا انك تراجع التاسيس حقك، هل مراجعتك للشيء نفس ما انت بديت؟ يعني على سبيل المثال انا واحد جديد في القدره ودخلت اتاسس، هل اول ما ابدا التاسيس لين النهايه راح يكون مثل ما اكون انا تاسست من قبل وداخل اراجع فقط؟ جواب لا طبعا، راح يكون مراجعه اسرع وراح تكون احسن وراح تكون اشياء مرت عليك فانت راح تكون اسهل لك. اما التاسيس فهو شيء جديد، فهذا الشيء هو يدل انه انت لا ما تحتاج انك يعني تتاسس من جديد، تحتاج مراجعه. الاشياء اللي نسيتها في التاسيس لما تيجي تراجع حط عليها علامه وهذه اللي تراجعها بقوه. اما الاشياء اللي ما نسيتها في التاسيس مره يعني نص نص يمديك انك تكمل. التعليق الثاني يقول: انا داخل دوره عماد وفي كثير مقاطع ما طلعتها من الكسل ومو عارف كيف اخلصها واراجع اللي قبل. طيب اول شيء خلينا نعرف شيء اسمه دورة عماد. دورة عماد هي دورة تجي سواء مع الكتاب المعاصر مجانا او طريق الفلوس. طبعا مع كل كتاب معاصر ممكن تشتري راح يكون عندك بطاقة مجانا داخل الكتاب، واللي هي مدتها تقريبا 3 شهور، ممكن 5 شهور، ممكن 6 شهور، فاللي هي تدخلها مجانا. الدورة عبارة عن تأسيس، كل ما يخص التأسيس وتنظيم اختبارات الكترونية وواجبات، يعني في اهتمام في الدورة. فخوينا او خويتنا تقول انه انا داخل هذا المقطع او مقاطع وما طلعتها من الكسل، يعني المشكلة حاليا عند خوينا هو الكسل. عشان تتغلب على هذا الكسل في مذاكرة اختبار القدرات غير مودك. كيف غير مودك؟ انت كيف تذاكر؟ اذا كنت تذاكر بطريقة معتاد عنها كل يوم فانت تحتاج انك تغير هذه الطريقة الى طريقة جديدة. يعني على سبيل المثال انت تذاكر كيف؟ ساعة كاملة، نص ساعة كاملة، خليك ذاكر 25 دقيقة و5 دقائق راحة، وطريقة جدا ممتازة في المذاكرة، 25 دقيقة مذاكرة 5 دقائق راحة، فأنت بإمكانك تغيير مودك وإنك تذاكر في منطقة ثانية وإنك تقلل من ساعات المذاكرة وتحط راحة ومرة على مرة راح تمشي، ممكن كمان تسوي لنفسك تو دو ليست، التو دو ليست هو من أكثر الأشياء اللي تساعد على الكسل هذا، جالس بدون ما تسوي شيء، فممكن تسوي تو دو ليست، حتى أنا سويت في قناتي قبل كذا كيف تنظم وقتك بين مذاكرة القدرات ونزلت فيه تو دو ليست. التعليق اللي بعده يقول: الحين كتاب التأسيس ورقي ولا محوسب؟ طبعا المعاصر يا جماعة هو المحوسب، يعني لا أحد يجي يقول لي ورقي ولا مو ورقي، ممكن يجي بعض الأسئلة من المعاصر مقتطفاتها تيجي في الورقي، لكن الورقي يعتمد بشكل غير عن المحوسب نهائيا، سواء كان اختبار، كان سواء كان مذاكره له، فكتاب التاسيس هو محوسب وليس ورقي، فانت ممكن تدخل تاسيس ورقي لكن اتوقع انك لازم تدخل دورات، لان ما شفت كتب تتكلم عن الورقي، ممكن تكون كتب المحوسب يجي منها بعض الاسئله في الورقي ولكن مو كامله. التعليق اللي بعد يقول: انا سنه ثالث ثانوي وما اختبرت قدرات ولا ذاكرت، انصحوني الوقت ما يكفي، ايش اسوي جزاكم الله خير؟ يعني خوينا في ثالث ثانوي ما اختبر قدرات ولا ذاكر اي شيء، فايش بيسوي؟ من انا قناتي كلها تتكلم عن القدرات بشكل عام، تتكلم عن كيف اذاكر القدرات وايش المصادر ذاكر القدرات، يعني انت بامكانك حاليا انت تروح على قناتي وتقلب فيها وتشوف كل شيء يخص القدرات بشكل كامل، ولكن راح اعيد برضو كيف ده. طبعا اول شيء يا جماعه خليني اقول لكم شيء، انه قدرات احسن وقت انك تخلص فيه القدرات هو ثاني ثانوي، اللي ما راح يخلص القدرات في ثاني ثانوي يعتبر في ثالث ثانوي فيعتبر هذا انسان متاخر، يعني انا مستغرب حرفيا ان انا اعرف ناس عندهم 5 محاولات لا ورق ولا محوسب دخلوها وهم في ثالث ثانوي والترم الاول قرب يخلص وباقي ترمين فقط، كيف بيذاكر هو كل هذا قدرات المحاولات هذه وما ادري كم بيجيب وفوق كذا راح يذاكر تحصيلي، وفي بعضهم ما يذاكر تحصيلي اللي هو راح يكون في ضغط، فاحسن وقت لمذاكرتك في القدرات هو ثاني ثانوي، فانت يا عزيزي تاخرت جدا على القدرات وانت الحين في ثالث ثانوي ولا بدات مذاكره وحنا الحين في الفصل الاول وخلاص باقي الاسبوعين وينتهي، فافضل شيء انك تسويه حاليا هو انك تبدا من الان المذاكره. طبعا كلنا نعرف انه لازم في القدرات تاسيس وبعد التاسيس تدريب، بعد التدريب نماذج، لكن راح اقول لك الخلاصه من انك متاخر فانت لازم تخلص بسرعه. اول شيء تاسس، عندك مصادر كثير تتاسس، ارجع للفيديو اللي فات نزلت عليه المصادر، هذا الفيديو راح يتكلم لك عن كل ما يخص التاسيس والنماذج وكل شيء، تابعه وبعدها ادخل ذاك ان شاء الله. السؤال اللي بعد يقول: كم الصندوق الاسود فيه شرح باركود؟ هو فيه شرح لكن تجربتي له ما جربت الشرح وما ادري والله شرح كيف، ممكن انك تسال بعض الاشخاص هم يجاوبون عليك يقولوا كيف الشرح. ابغى حل، انا تاسست وانتقلت على تدريب واحس نفسي ما احل زين، يعني النموذج الواحد اطلع ب6 او 5 اسئله صح والباقي لازم اشوف الباركود طبيعي ولا ايش اسوي؟ في غلط من هذه الاغلاط، يا انك ما تاسست زين، يا انك في اشياء في التاسيس سحبت عليها وهي مهمه جدا في القدرات، الشيء الثالث هو انك محتاج مساله وقت، واحد من هذول انت ما عرفت تطبق منهم، لكن بشكل عام القدرات مساله وقت، تبي لك بعد التاسيس التدريب، التدريب راح يطلع منك 6 اسئله صح،
كثر ما تتدرب والأسئلة اللي ما تعرفها وتحط برقود وتكمل عليها هي حتيجي بعدين في الورقة، لأنها تيجي بعدين محاوسب، لأنها محاوسب، فالأسئلة حتحصلها تتكرر أكثر من مرة، فهذا الشيء راح يكون طبيعي فعلا إلا إذا أنت ما سويت الشيئين اللي قلتهم لك في البداية، ما تأسست زين، سحبت على بعض التأسيسات المهمة. إذا أنت ما سويت هذه الأشياء وأنت بتأسس زين، فهذه في البداية تكون صعبة شوي، لكن بعدين راح تكون سهلة جدا. تلقي اللي بعده يقول الحين 120 لفظي أقدر إني أعتمد عليه ولا الكتاب فيه أغلاط؟ طبعا سابقا كان يقولوا إنه الكتاب فيه أغلاط، لكن الآن نزل ستيب فور اللي هو أحدث شيء في الصندوق الأسود 120. فالصندوق الأسود 120 هو خلاصة من التجمعات المحوسب اللي في الجوجل، بكل اختصار إنه تم تحديث هذا الكتاب والأغلاط اللي كانت فيه عدلوها والكتاب صار متحدث لي ستيب أربعة، فما في أي غلط إلى الآن وتقدر إنك تعتمد عليه. اللفظ التجميع المحوسب ينفع للورقي ولا لا؟ بصراحة أفضل إنك تدخل ورقي كدورة، لأن الدورة راح تكون شاملة كل شيء عن الورقي، أما المحوسب ف. خليها للمحوسب، فلا تحاول انك تذكر في ورقي. ممكن بعض الاشياء في المحوسب تيجي في الاختبار لكن ما راح تكون كامله، في بعض الاشياء في الورقي تكون اضافه جديده واسئله جديده ما راح تكون في النماذج، فاذا انت دخلت دوره باحدث الاشياء في الورقي راح تقدر انك تذاكر الورقي افضل. السؤال هذا سؤال مهم، سؤال يقول ملف الرسومات البيانيه والمقارنات في المعاصر 120 هل هو مهم؟ طبعا في معاصر 120 يجي في النهايه ملف الرسومات والبيانيه والمقارنات، وفوق كذا في المعاصر 140 ايضا في كتاب لحاله رسومات بيانيه ومقارنات، هل هذا مهم جدا ولا لا؟ اذا دخلت دورة او دخلت كتاب ثاني راح تحصل ان في كل نموذج في ملف رسوم بياني له ومقارنات فيه، لكن المعاصر منظم لك الوضع، حاطط لك الرسوم البيانية في نهاية الكتاب او في ملف خاص فيه او في كتاب لحاله، هل هو مهم انك تذاكره ولا لا؟ اكيد ما. انا لما اختبرت اختبار القدرات اختبار تقريبا جالي منه 6 اسئله فيها رسومات بيانيه، اي نموذج في الكمي فيه رسومات بيانيه، ممكن يكون في كم نموذج ما فيه ولكن راح يكون فيه مقارنات، ف الرسومات البيانيه والمقارنات مهمه جدا جدا جدا، حتى اختبار القدرات المحوسب فيه الكمي ما يخلو منه مقارنات ما يخلو منه رسومات بيانيه، فالرسومات البيانيه ذاكرها مهمه جدا. الكتاب كله ذاكره بشكل عام، الافضل تتاسس بعدين تحل نماذج، اكيد الافضل انك تتاسس بعدين تحل نماذج، يعني تتاسس طول عمرك اذا كان عندك وقت للتدريب فراح يكون لك افاده اكثر، راح تتدرب بعد التدريب راح تذاكر النماذج وبامكانك ان شاء الله تجيب ميم التوفيق الله ثم تعبك. الطليق هذا ايضا طليق مهم، يقول السلام عليكم مازن، عليكم السلام، انا يوم حليت اول نموذج جلست وطولت فيه مره اخذ مني 5 ساعات، هل هذا طبيعي؟ وتحسيسي يعتبر حلو للامانه. طيب الفرق بين هذا التعليق والتعليق اللي انا شرحته لك من قبل هو ان هذا التعليق يقول انه تاسيسه حلو، فهو اعطانا الان الاشياء اللي هو يعتبر عليها، اذا الان احنا ايش تجاهلنا ايش تاسيس، فتاسيسه حلو، المشكله عنده اللي هو لما يحل النماذج يطول فيها ويجلس 5 ساعات، اول نموذج جلست فيه 5 ساعات هذا اذا كان لفظي فانت لازم تعيد تاسيس، لان اللفظي عباره عن حفظ، فانت بامكانك انك تعدي من اللفظ، فامورك في البدايه راح تكون صعبه لكن هذا الشيء طبيعي اذا انت كنت تذاكر كمي، لكن ما راح يوصل لخمس ساعات، ممكن ساعتين ساعة ما يوصل لخمس ساعات، فإذا هو يعني مرة طول معك كل مرة هي كذا وفي أغلاط كثير راجع التأسيس في الاثنين كمي ولفظي، لكن هذه أفضل طريقة أنك تراجع التأسيس وتحاول تركز على الأشياء المهمة، لأن النماذج هي عبارة عن تأسيس نصف لصف، فإنك تذاكر التأسيس كويس راح تعرف تذاكر النماذج كويس. بس والله هنا نكون نهاية مقطعنا اليوم، لا تنسون تصلون حبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، شأن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. وصف الله، اسأل أي استفسار الحساب في الانستغرام، يعطيكم ألف عافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.